برعاية المطران بطرس مراياتي رئيس أساقفة حلب وتوابعها للأرمن الكاثوليك، افتتح الأب أنطوان طحان معرض كنيسة الصليب للأشغال اليدوية لسيدات كنيسة الصليب المقدس، وذلك في صالة الكنيسة بمناسبة قدوم أعياد الميلاد ورأس السنة. تضمنت المشاركات تشجيع المرأة السورية وخاصة المرأة الحلبية لإبراز منتجاتها من أعمال يدوية وشموع وزينة أعياد ميلاد والأشغال اليدوية التي تميزت بها المرأة الحلبية كالرسم والإتامين والكروشيه والعديد من المنتجات بهدف ميناء المرأة وأسرتها. نحن بنعمل المعرض لندعم المرأة الحلبية السورية لحتى دايما يستمروا بالنجاح. نتمنى النجاح وتوفيق لكل المشاركين بالمعرض، ونتمنى كمان سنة جديدة وحلوة تكون تعم علينا السلام والصحة. بتمنى الفرح لكل العالم. بشارك بالمعارض كل موسم، كأنه المعارض بيعطوا بشرة للعيد. العالم كله بيبلشوا يشتغلوا ويتعاملوا مع بعضهم. المعارض هن وسيلة للشعب يتصلوا ببعضهم. سيدات من جد عم بتعيش من هالقصص الصغيرة، رغم انه صعوبات الحياة الاقتصادية هلأ عالميا، بس نحن اهل سوريا اهل حلب مستمرين وناضلين، خاصة سيداتنا. مجموعة من الأهالي حبوا يشاركوا بالمعرض اليوم ويقدموا منتجاتهم، فعنا مجموعة منتجات هي عبارة عن خلالات ومربيات، زيتون، عطون، لبنة، مربيات، منتجات تجميل، وفي عنا أدوات للبيت. بحب أشترك بالمعرض كل سنة بالعياد، بحسسني هيك بطاقة إيجابية وبجو الفرح، وبنكسر شوي هالروتين اللي عم نعيش فيه. مثل ما شفتوا شغل إيدنا، كله شغل إيدنا، ونحن منتباهى كنسوان كسيدات حلبيات وسوريات إنه كل شيء بيطلع بإيدنا ومنتجات، ومنحب الأشغال اليدوية. بهتم كثير بالتراث الشعبي اللي بيشتغلون النسوان بالبيت، من تخصص القماش أكثر شيء، لأنه عندهم كان من زمان كتير إعادة تصنيع، ما بيكبوا شيء، البقايا يا بعملوها غطا صيفية أو مصليات أو هيك من قطع قماش ملونة موصلة ببعضها. بلشت بمشروع كتير صغير لحالي، يعني ما في حدا دعمني أبداً أبداً، بلشت بمبلغ صغير وكبرته شوي شوي، صرت كل مرة بكبر شوي وعبطيلها موديلات لحالي، يعني بحاول إنه ما أبدأ يعني أكرر الموديل، لا بحاول كل مرة بطيلها موديل جديد. زينة ميلاد وجراس وشمع دانات وبولات تبع شجرة، كلهم شغل إيد كورونا. أنا هوايتي الرسم والأشغال الفنية بشكل عام، ديكوباج مع الرسم، قطع فنية بعمل، فهلأ عاملة قطع خاصة بالميلاد وقطع للديكور، يعني للبيت، قطع ديكور للبيت. يهدف المعرض إلى دعم المرأة السورية الحلبية المبدعة بتسويق منتجاتها وإظهار أعمالها اليدوية المميزة وإضفاء البهجة والسعادة على قلوب الناس في مناسبات أعياد الميلاد ورأس السنة.